الله عليكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقائكم في برنامج فولورز ككل نهاية أسبوع لنتعرف على أبرز الترندات التي تفاعلتم معها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. إذا نعرفكم مشاهدينا على أبرز الهاشتاغات التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وفي البداية نعود بكم إلى 7 أكتوبر، ليس لهذه السنة بل للسنة الماضية، تاريخ نتذكره جميعا، يوم تغيرت فيه كل المعادلات وتقدم فيه الفلسطينيون خطوة نحو التحرير، طوفان الأقصى. بين أكتوبرين تغير الكثير في غزة، أكثر من 42 ألف شهيد وأكثر من 50% من قطاع غزة تحول لدمار. ورغم قتامة المشهد إلا أن أغلب التعليقات التي وجدناها على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى السنوية للطوفان الأقصى جاءت دعما للمقاومة التي أعطت أملا بتحرير فلسطين. بالطبع جمعنا لكم العديد من هذه التعليقات من خلال تصفحنا على منصة إكس ومنصة فيسبوك وغيرها من المنصات. البداية ستكون بأول تعليق من سديم ويقول على منصة انستغرام: مرت سنة ليوم العبور العظيم وهو بداية لنهاية الاحتلال. صباح 7 من أكتوبر صباح نقش في جدران الزمن والتاريخ لبداية التحرير، حيث الشعب الفلسطيني العظيم في طريق النصر العظيم يخوض معارك الشرف والبسالة والإباء لتحرير الأرض والمقدسات من الصهاينة وأعوانهم. ثاني تعليق حول الطوفان الأقصى جاء من أحمد على منصة إكس أو سابقا تويتر، يقول أحمد: عام كامل انتهى وانضم إلى 75 عاما من الاحتلال والظلم والعدوان والأسر والموت والتهجير والسرقة والفساد والحصار والاستبداد والإبادة، وسيبقى فجر 7 من أكتوبر هو الأمل الوحيد للخلاص من كل ذلك، فسلام على قاهري العداء. ثالث تعليق من رامي يقول: كان يوما على الكافرين عسيرا، كان يوما عظيما، وسيأتي يوم أعظم منه عند التحرير لكل أرض فلسطين بحول الله تعالى. ننتقل بكم الآن مشاهدين الكرام إلى مستعمرة أخرى، إلى آخر مستعمرة إفريقية، الصحراء الغربية، تناضل هي الأخرى لاسترجاع شعبها حقه في تقرير المصير، خاصة من خلال المحافل الدولية لإثبات استقلاليتها. هو ما قام به محمد دومير من خلال تدخل أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة، التماس لم يتجاوز 3 دقائق، لكنه قدم فيه حقائق وبيانات تاريخية دامغة تثبت استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب. أغلب هذه الحقائق كانت عبارة عن معاهدات ورسائل سلاطين مراكش التي تحمل بصريحة العبارة أن البلاد الواقعة جنوب وادي النون مستقلة تماما عن المغرب، وهو الخطاب الذي تكرر ليس لسنوات فقط في المعاهدات بل حتى لقرون. كما أثبت دومير استقلالية الصحراء الغربية في نفس المجلس من خلال الاستشهاد باتفاقيات وقعها الصحراويون مع الطرف الإسباني. بالطبع نشاهد مقطعا من كلمة دومير: أنا محمد دومير وأضع بين أيديكم اليوم بعض الحقائق والوثائق التاريخية التي تؤكد الحقيقة الغائبة عن أذهان البعض رغم وضوحها. فالأرض الصحراوية لم تكن يوما مغربية، والشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا. ودعونا نرجع إلى العام 1956، لم يوقع وزير الخارجية المغربي أحمد بن الفراج نيابة على الملك محمد الخامس آنذاك معاهدة 28 ماي التي تعترف بحدود المغرب دون أي اعتراض أو تحفظ. أين الدبلوماسية المغربية فيما يخص الالتزام بالعهود؟ ونوسع دائرة التحقيق التاريخي ونطرح السؤال نفسه، نطرح هذه المرة على هيئة الأمم المتحدة وعلى كل الدول الحاضرة: هل بلغكم أي اعتراض مغربي أو تحفظ عن حدوده أو مطالبة بالصحراء حين نال استقلاله وانخرط في المجتمع الدولي في 56، أم أنها فكرة بانت له بين عشية وضحاها؟ السيدة والسادة، الوثائق التاريخية تشهد على استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب بكل وضوح.
فمعاهدات ورسائل سلاطين مراكش وهي متاحة لكم جميعا تحمل بصريح العبارة أن البلاد الواقعة جنوب وادي نون مستقلة تماما عن المغرب. بالطبع الحقائق التي تقدم بها دكتور محمد دومير أربكت ممثلة المغرب التي لم تجد سبيلا لنقض هذه الدلائل الدامغة، كما لم تجد خيارا أرقى من محاولة قطع كلمة محمد دومير دون أن تتمكن من إثارة أي نقطة إجرائية. على المواقع الإشادة بمحمد دومير كانت كبيرة من خلال الدلائل التي قدمها، أما الرد الهادئ الذي تحل به نتعرف معكم على بعض من هذه التعاليق التي وجدناها تحت هذا الفيديو الذي نشر عشرات المرات في مختلف المنصات. أول تعليق من ياسين على اليوتيوب قائل: الدكتور دومير قدم الحقائق التاريخية التي لا ينكرها إلا محتل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نحييه على استغلال معرفته في التاريخ وامتلاكه لوثائق تاريخية رسمية لدعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة في تقرير المصير. مداخلته في اللجنة الأممية تمنح الصحراء الغربية مكاسب جديدة مهمة مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن حول تجديد بعثة المينور. ثاني تعليق هو من ليندا طيبي على منصة إكس: الرجل محترم جدا وكان رده على المقاطعة هادئا ومحترفا يدل على ثقته، لغة جسده وبلاغته وطريقته في عرض الحقائق تركتهم في حيرة من أمرهم. عندما يحضر التاريخ والأرشيف تسقط كل الأكاذيب، وعندما تتحدث من منبر الثقة والحق لا تخف شيئا. ثالث تعليق من سيد أحمد يقول: طريقة مخاطبته في القاعات أبهرت الحضور، يتكلم بالأرقام والتواريخ والأدلة، استعمالاته للكلمات باختصار بدون مضيعة للوقت، وسرعة الخطاب فريد من نوعه. في هذا الخطاب شاهدت شيئين: أولا الدكتور كان يتكلم بكل ثقة لأنه يعلم أن الوثائق التي بين يديه وثائق تاريخية حقيقية ومصادر موثوقة، وهذا ينقلنا إلى ثانيا ارتباكهم دلالة على أنهم لا يملكون أي وثيقة رسمية. إلى ترند آخر مشاهدين الكرام، تفاعلتم بشدة مع إعصار ميلتون بفلوريدا حتى قبل وقوعه بسبب صور الآلاف السيارات التي كانت متجهة خارج المدينة هربا من العاصفة، إضافة إلى كثرة التحذيرات التي سبقته في إشارة إلى قوته. كما تفاعلتم كذلك مع صور الدمار الذي خلفه هذا الإعصار بفلوريدا بالرغم من أنه لم يتسبب في ارتفاع مياه البحر لمستويات كارثية كما تم توقع به من قبل الخبراء. إعصار ميلتون كان مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، كما أدى كذلك إلى وقوع ضحايا إضافة إلى هذا الدمار الذي نشاهده بالطبع في هذه الصور. كذلك قطع الكهرباء عن ملايين السكان بهذه المنطقة الأمريكية ومختلف المناطق المجاورة لها. تم التقاط كذلك هذا الفيديو من الفضاء لإعصار ميلتون والذي يظهر سرعته الكبيرة في الاقتراب من فلوريدا، وهو ما علقتم عليه بكثرة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. نستعرض وإياكم هذه التعليقات. أول تعليق اخترناه لكم هو من يعقوب عبد الحق على الفيسبوك يقول: هذه المنطقة في الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بكثرة الأعاصير، إلا أن التغيير المناخي زاد من حدتها. إعصار ميلتون وصل للدرجة الخامسة وهي أعلى درجة ممكن تصل إليها قوة الأعاصير، وقد دمر أكثر من ولاية في أمريكا. فعلا الصور مرعبة. ثاني تعليق من هيثم: سرعة الرياح في الإعصار وقوة الأمطار أدت إلى خراب مخيف جعل المدينة تبدو وكأنها مهجورة، وكل ذلك في بضع دقائق، سبحان قدرة الخالق. ثالث تعليق من نورة مريم: الفيديو الذي يظهر الإعصار من الفضاء يصور بشكل جيد مدى سرعته وديناميكيته، وقد يشير لبعض التطورات الجوية المثيرة للاهتمام، لكن تخيل كيف رآه السكان أمامهم.
ننتقل بكم الآن إلى ترند حول المنتخب الوطني الذي لا يمكن أن لا يتصدر ترند بعد أي مباراة يخوضها. لكن قبل ذلك التفاعل كان كبيرا مع القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي ظهر به بعض عناصره بعد جلسة تصويرية. بالطبع تصميم القميص بلونيه الأخضر والأبيض مستوحى تماما من الثقافة الجزائرية، ويتزين بطرز المجبود الذي نجده في الأزياء التقليدية الجزائرية كالكراكو وكذلك القندورة وإضافة إلى القفطان. بالطبع خاصة الكراكو الذي كان لباسا رجاليا قبل أن يصنع منه لباس نسائي. على كل حال يبدو أن هذا القميص قد جلب الحظ كذلك لمنتخبنا، فقد أنهى أول مباراة شارك فيها بهذا القميص بفوز عريض ضد منتخب الطوغو. كالعادة نستعرض تعليقاتكم وتفاعلاتكم. أول تعليق معنا هو من هدى علي: تبارك الله على القارة الجزائرية، تنوع تاريخي وتراثي رهيب، من الزليج الجزائري لطرز الفتلة والمجبود الذي نجده في الألبسة التقليدية الجزائرية مثل القفطان والكراكو والقندورة. عندما يكون الإلهام من التراث الجزائري النتيجة هي حتما إبداع. ثاني تعليق من محمد: خماسية جميلة وأداء مقنع، وقفنا على جمل تكتيكية جميلة وكذا أخطاء دفاعية كارثية وجب تصحيحها، لكن الأهم أن القميص الأبيض الجديد كان فال خير، قميص عصري بتصميم جميل خاصة الأخضر، فيه تفاصيل جزائرية كالزخرفة مع مزج اللونين الأخضر الداكن والفاتح كان رائعا. ثالث تعليق من سمير: الأداء مليح رغم بعض الأخطاء، كنا خاسرين 1-0 وربحنا المباراة 5-1، شكرا للاعبين وخاصة بيتكوفيتش اللي في كل مرة يخلط حسابات المنافس بإدخال لاعبين جدد وتكتيك جديد. من كرة القدم مشاهدينا الكرام ننتقل بكم إلى الكرة الصفراء. بالطبع لكل بداية نهاية، لكن هناك من سجل اسمه من ذهب في عالم الرياضة وحطم الأرقام القياسية قبل أن يرحل، كما فعل رافائيل نادال الإسباني الذي أعلن اعتزاله بعد نهائيات كأس ديفيس بمالاغا شهر نوفمبر المقبل. نادال حامل 22 لقب جراند سلام، عانى مؤخرا من كثرة الإصابات، لكنه سيطر لسنوات على كرة المضرب العالمية مع سويسري المعتزل روجر فيديرر وكذلك الصربي نوفاك جوكوفيتش. وهذه بعض أرقام تتويجاته في مختلف بطولات التنس العالمية. بالطبع إن حطم مختلف الأرقام القياسية. محبي لعبة التنس ودعوا رافائيل نادال وتفاعلوا كثيرا مع خبر اعتزاله، ومن بينهم بالطبع المختلف التعليقات التي وجدناها تحت هذه الصورة وصور أخرى لرافائيل نادال يودع جماهيره من ملعب التنس. أول تعليق من سجد يقول: في زمن التطور والتكنولوجيا كل شيء وجدوا له حلول، وبقي ألم الوداع دون حل واحد حتى. ماذا سنفعل بكل تلك الذكريات، وكيف سنمضي مع صعوبة نسيانها حتى لو كانت جميلة؟ بالأمس اعتذر فيدرر واليوم نادال، وغدا سيعلق نوفاك مضربه. البيك ثريخ رحلوا وتركوا ذكريات لا يمكن نسيانها. يبدو أن المعلق تأثر كثيرا باعتزال نادال. إلى تعليق آخر من عمر: ملك الملاعب الترابية، أحد أعظم ثلاث ملاعبي تنس بالتاريخ، سيكون صعبا إن لم نقل مستحيلا كسر أرقامه بلعبة التنس، لأنه نقل هذه الرياضة لمستوى آخر، ومع اعتزاله الشغف ينتهي حرفيا لهذه الرياضة من بعد اعتزال روجر ومن بعده أندي موراي والآن رافا. نوفاك آخر ما تبقى من الزمن الجميل. ثالث تعليق من دانيال: ملاعب التنس جميعها ستشهد على تلك الملاحم الأسطورية الخالدة، ستشهد على الماراثونات بكل تفاصيلها وأشكالها، ستشهد على الليالي الأسطورية والمباريات الملحمية. أما أراضي رولان جاروس الترابية ستبكيك،
وأما أراضي أستراليا وأمريكا سيصيبها الجفاء. أما عشب ويمبلدون سيصبح باهت اللون. الكرة الصفراء ستفقد بريقها، البطولات سينطفئ نورها، الكؤوس ستنادي أين أصحاب الأيادي الذهبية، الجماهير ستتوقف عن الذهاب للملاعب، العشاق سيتوقفون عن مشاهدة اللعبة. لقد اعتزل الملك وعلق مضربه للأبد. يبدو أن هناك من نجح في ترك بصمة خاصة في الرياضة كرافائيل نادال. بهذا التعليق وهذا الترند مشاهدين الكرام نصل إلى ختام عدد اليوم من برنامج فولورز. جمعنا لكم فيه مختلف المنشورات والترندات التي تفاعلتم معها بشدة على منصات التواصل الاجتماعي. لا تنسوا أن تتركوا أثرا على الصفحات الرسمية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري حتى نعرضها لكم في برنامج فولورز. ابقوا في أمان الله. إلى اللقاء.